أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هناك شاب أوصى أنه إذا دفن أن يدفن معه القرآن، فما حكم هذه الوصية؟ لا يدفن، لا تنفذ هذه الوصية، لا يجوز تنفيذها، ولا يجوز دفن القرآن مع الميت ومع الجنازة، هذه لا تنفذ لأنها إهانة للقرآن، ولأن هذا من باب البدع، ولا ينفع الإنسان إلا عمله، حتى لو معه 100 مصحف لا ينفعه إلا عمله الذي عمله. فإذا كان عمل بهذا القرآن فإنه ينال الجزاء من الله عز وجل، الجزاء الخير والنعيم، ولو لم يدفن معه القرآن. وإذا كان على عمل سيء فلو دفن معه القرآن لن يفيده شيئا. نعم، يعني يوم كان حي على الدنيا وهو معرض عن القرآن، ويوم مات يأخذ القرآن معه. نعم.